من اختار من اختار اشلي ولا جوش ثمن عمري يضيع بزحمة الأوهام قضى صبري أعد الوقت أعد الوقت والأيام وين الوفا يا ناس قولوا وش بقى سيك تجهز للرعب والدموية. السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين يا مكلبزين. نكمل معكم الحلقة الرابعة من انتل دون. قبل أن نبدأ تنسون اللايك التعليق والاشتراك وجرس التنبيهات. حط اللايك من الآن. لا تقعد تقول عبد الله ما قال، والله نسيت، أوف توني أدري. لا، في لايك تحت تمديك تضغط عليه، ما ياخذوا منك ولا ريال. اذا اخذوا منك تعال رجعني انا ادفع عنك الريال هذا. ما تقعد تجيني تقول عبد الله دفعوني ريال. لا تكذب، ما انا اقول لك لا تكذب، موضوع ببلاش. طيب ليش تقول؟ انا اقول لو افتراضا يعني اليوتيوب نزلوا نظام جديد قالوا تحط على ذاك ريال، تعالي وانا ارجع لك الريال. اوكي اوكي، خلونا بسم الله يا رب ما يحطون على تخيل يوتيوب يكبون يقولون يلا لايك بريال. يلا تعال ادفع عن اللايكات اللي بقناتك كلها، بقعد بموت وعيالي يدفعون وراي وعيال عيالي يدفعون وراي ولا خلصنا. المهم خلونا بسم الله نبدا مع الحلقه الرابعه، خلونا نكمل ونشوف شو القصه. وقفنا ايش فيك؟ جاني بعض المرززين قالوا ما ماتت. الحين انا مستانس مبسوط انها راحت، ذلفت عن وجهي، تروحون تبشروني انها ما ماتت؟ بس عنها تموت، لو اشوفها قدامي طايحه تسجد ماتك بابا، اخليها تموت. خليها تموت يعني خليها تموت كريهة. خلونا نكمل الحين مع أشلي ومع كريس. Do you really think the girls were communicating with us? I don't know. I don't know if I wish they were or if I wish they weren't. I guess we should find out. والله شكلهم فعلا تواصلوا معكم البنات. يلا خلونا نتحكى في من، أنا في الدرج هذا ولا في هذه؟ في البنت. طيب خلونا نشوف. Josh looked really freaked out at the seance. Yeah, I mean, he looked like he was keeping it together, but... Do you think we shouldn't have mentioned his sisters? I mean, it's why we came back up here. Yeah, but not to, like, have a seance. Maybe we went too far. بطل الباب. Damn it. ليش مقفل؟ الحين على افتراض انه يعني اللي قالوا وش قالوا اخر شيء قالوا فيه دليل. صح. ان ما خنتني الذاكره يعني ذاكره الى الان. Are you okay? I think so. Look. What? There was something behind the books. وين وشو وراهن؟ What is that? Is it a button? Why would there be a button? That's a good question. Should زر. I push it? That's what buttons are for, I guess. زر. هذا خط. هات يضغط. خاف يكهرب. أما يكهرب بس جدك أنت تضغط يا بسم الله. ما صار شيء. That explodes. Are we like in a movie right now? If we are, I hope it's a rom-com. Film? Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house. I mean, maybe they didn't even know this place is super old. مستحيل ما يدرون عنه. Should we take a look? Yeah, after you. No. You. قمطت. Gee, thanks. أنت وجهك أنت الرجال، أنت اللي تطلع البنت اللي تبكي، هذا خبل ده. ما يفهم. دمجه أنت. بعدين النقطة اللي قال هذا بيت قديم. وانه احتمال انه هذه المنافذ السريه موجوده فيه. اي يا حبيبي اي ممرات سريه في بيت اكيد يدرون عائله واشنطن، وعائله واشنطن بنفسها مسويه الممر ذا. زر حركات باب يفتح. هذه سواتهم عند المهندس، يا مهندس سوى الحركه هذه. طبعا في نقطه بذكرها ضروريه يمديك تطوفها، بحط لك الدقيقه اللي تطوفها فيها اذا ما تهمك، لكنها تهم بعض الناس. الترجمه، في ناس يشتغلون على الترجمه تقريبا فوق الست سبع ساعات ويتفاجئون ان في شخص خلص الترجمه قبلهم. هذه نقطه مهمه جدا، انا ما ابي اي شخص يروح يكلف على نفسه ويسوي الترجمه واخر شيء ينصدم ان في واحد سواها وخلص. الاشخاص النشيطين جدا النشيطين جدا اللي يخلصونها بسرعه هم اللي يشتغلون على الحلقه في البدايه. انت اذا انت شخص تاخذ اكثر من 6 الى 7 ساعات لا تسويها، خلاص خلها لانك تجي متاخر وبتتابع. اذا بتشتغل عليها على طول اوكي امورك تمام.
ففي احد من المزازين اقترح عليه اقتراح، قال يجتمعون مترجمين في جروب ويتساعدون. طبعا انتم يمديكم تتساعدون على نفس الفيديو نفسه، يمديكم تساعدون عليه، لانه ما حد يجي يسوي ترجمه جديده، لا يروح للعربيه يلقى فيه ترجمه واحد مسويه يروح يكمل معه يكمل يساعده. اما انك تروح تسوي ترجمه جديده كذا انت تجيب العيد، لانك انت لغيت شغله ما لغيته، جيت فوق شغله. معقد معقد اليوتيوب. المهم اتمنى فهمت النقطه هذه، والشخص الله يجزاكم خير اللي ترجمون بسرعه، بس انتبهوا من النقطه هذه انتبهوا. يلا بسم الله كمان. بسم الله عليك كذا، وكأن في احد يراقبني صح. الصورة هذا وش؟ هذا واحد يهدد يقول 16 سنة. 16 سنة انتظر هانا وبيث. هولي كاو، هل يعقل انه هذا؟ اقول لها تعالي شوفي ولا اقول ما في شيء؟ ماكو ماكو، هلا بيدك شفته؟ انت مو للدرجه دي، هلا طولت انت مفهي معناتها بيدك شيء. لا مو شرط، ممكن اتامل في المكتب واطالع عادي اشوف التامل، يعني واحد يتامل صح ولا لا؟ لا خلوني اكون صادق يعني. Now Ash, I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? تعالي. I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Right now. يلا نروح ندور جوش. يا جوش جوش. شه؟ أنتوا خلاص. أنتوا اللي قتلتوا أختي. لا شوف جبنا دليل. وجهك الطيب. لازم نروح نبلغ جورش، لازم نبلغ انه لقينا تهديد يخص خواته. واحد 16 سنة ذا شايله. بسم الله. شنو؟ ليش تحطون الكاميرا على وجه ذا الخبل الظريف؟ لا تلاحظ 16 سنة شايله، 16 سنة يعد الليالي، 16 رمضان مر عليه. ايش فيك؟ اتمنى جيست تموت. ايش عرفني؟ انت شفت الباب شلون رد؟ ايون في شيء هناك. هنا ماكو. طيب do you think someone was actually after Hannah and Beth? If so, that would be really messed up. بسم الله. طيب ولا حد يخرعني، ما لي خلق. الله يقطعك، انت منين طلعتي؟ المشهد الحين تفتح الباب ذا. لا لن تخرج. رب ما يطلع شيء يروعني. So I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. وشو؟ اللي شافه مع سام. There was like this wanted poster like full on western style, you know. So? عن المطلوب اللي شفناه في البداية. Really thought there was someone following her around. اوف. So, بالبداية وفي احد يطردها. Criminal up on the mountain with us? إيه في واحد مطلوب. There was a message on this answering machine I found and it was from this sergeant saying that there was this guy who had just gotten out of prison and that there was nothing he could do. Well, what do you mean? قمطت. He was saying it like a warning. Well, there was that guy I told you well, about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. I mean, he said he wanted to take revenge by burning the whole place down. يتكلم عن الشخص اللي في البداية. Psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. مطرود، انا موظف عندك. انا منو هذا؟ بسم الله. That was Josh. 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 شخص. Ashley. اسحب. Ashley, you okay? اضرب اضرب. طاح الخبل. ايش جوش يصيح؟ ايش اللي انسحب؟ منو هذا؟
شابي ذا؟ مقالب جوش ها؟ يصيح جوش بعيد بعدين يروح يضربنا ويروح يسحبنا، عارف حركاتك جوش، ابو المقالب جوش. ولع 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 عيني، راعي مقالب ها؟ اشك انه بقول حاجه ما لاحظتها في الحلقه اللي راحت من الروع ومن الربشه، حاط الابره وحاط العنكبوت قدامي، الله يسود وجهك. تبي تخوفني يعني فيه؟ يا خذ عندك، حقق معايا الحين. هلا والله، ايش حالك؟ ايش بتطلع لي؟ I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. يلا منهم؟ اوه عرفتهم. But maybe you don't like them as much as you pretend to. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. خلاص ولا همك، هات مالك شغل. طيب أفضل أي واحد فيهم، هو الآن يسألني أفضل أي واحد فيهم، يعني من ناحية يعني الأخوية، هل أفضل سام ولا أفضل جوش؟ أنا والله أنا أميل إلى شخصية سامي صراحة، أشوفها شخصية عاقلة ومتزنة. جوش على قبل شيء الحركة سواها احتمال أنه صاحب المقلب، بخوفنا يعني يسوي لنا أجواء، عرفتوا كيف؟ طيب مات ولا إيميلي؟ لا والله مات. لا والله الرجال ذا على الأقل يعني بالنسبة لي صاحب موقف يعني، أما ذي لا. الله أنك حطولي كريس وأشلي، يعني كريس الظريف اللي مسوي لي فيها صاحب نكتة في المكان، وأنا الولد الذي ضحك العالم، لا هذا ما أشلي، ممكن عشان براءتها وطفولتها. خليتها طفل أنت صحيح؟ طفل أي. حلو، جيسيكا ولا مايك؟ جيسيكا ولا مايك؟ ما داني تمناها تموت اليوم قبل بكرة، فمايك. طيب هذه اختياراتي أنا، ممكن تختلفون. شتوزز ابتسامات ذا، اختياراتي أنا دي الخالصة. قاموا يلعبون بالورق، قاموا يلخبطون الدنيا كلها. يلا جوش ولا إيميلي؟ جوش ولا إيميلي؟ جوش ولا إيميلي؟ لا والله جوش. أول اخترت سام، لا والله الحين اختارك أنت مقارنة في الخبلة دي. جيسيكا، جيسيكا لا والله الظريف، شوف شلون لعبوا في الورق. لا والله الظريف، خلني على الظريف ولا إني أختار هذه. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? من اللي يقول اللي تكره أكثر شيء؟ ما داني يعني. طيب جيسيكا ولا إيميلي؟ والله اثنين أنتم، ما أقدر أختارهم كلهم، ما أقدر أسوي تحديد الكل، ولا بس أختار واحد منهم. إيميلي، لأن إيميلي إذا تذكرون الحركة اللي سوتها. حبيبي فاهمين الموضوع. Too bitchy for your taste. Often the lack of confidence manifests itself as overconfidence. Think about that. Is that not just a little bit like... الله يزين هالصوت. I'm afraid we're out of time. عشقي هالصوت أصلا من أسمع صوت ده أنا أحس. الله تكفي انقلع. شوف معلق المرة ذي. معلق واحد مشنوق. يلا. مهرج. مو أنا أخاف من المهرجين، حاط لي مهرج. ولا جيسيكا او ماي جاد او ماي جاد هاي انت وجهك جيس خلا تولي ما بيها يا اخي يلا الحين طق الصدر بنقذها حبها
حبتك القرادة. خيار، أتبع الطريق ولا طريق مختصر خاطر أحب الخطورة؟ عطى واحد خطورة يدي. الله يستر، لازم أمشي فيه. أيوة فلت يا صوتك. ول لازم انتبه في ازرار خطا. جيسيكا الحق، لا تلحق. لا جيسيكا ويرتاي، شلون بخليه يختلع؟ تقدر ابحا؟ شو بيسوي ذا؟ شو بتسوي؟ اي والله هذي جيس. اسحب والله يسحبها سحبة نتالها نتل. اقفز ولا اقفز؟ اطمر. جاب العيد، جاب العيد الخوي. طيب طاح النور حقك. ايوه كفو، كمل. يلا نشوف. مثلث، مربع، دائرة. بسرعة فلت. أيوان أعطوني خيارات. أقفز ولا أقفز؟ بغيت أجيب العيد ترى. فلت أنت شك دقيت أنت؟ ما أدري، لخبط لخبط لخبط، لحد يلومني. أيوه فيلم، فيلم مو لعبة، فيلم. أعطيها زحليقة ولا أتبع المسار؟ أعطى واحد زحليقة يا الذيب. أش زلف. شو بتسوي؟ دردو والله انك درج، واضح انك تبي تجيب العيد، بس شوف كيف. ما ماتت والله، ما هي بشارة، والله ما هي بشارة. يلا اسمع، ذكاها اجهز عليها. مايكل تبي المساعدة؟ اسحب هذا، يسحبه من هناك. يا والله الصام الله، شو اسوي؟ بنت جيسيكا. I'm coming. ساعدني. جاي بشوف ايش اللي صار. في مصعد شكله اجهز عليها. جيسيكا يا الخبله، وين الخبله؟ اسمع صوتها. جيسيكا قريبة من هنا، قريبة من هنا. الله شكلها راحت في رجلها. أسمعها. جيت 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 جيت. باخذ أجرة يا جماعة، باخذ أجرة الحين. تبي تاخذ أجرة الحين؟ باخذ أجرة. خلاص غيرت رأيي. نو أوه جاد نو جيسيكا. صار طيب تو كانت تصيح. هذه حية. Jess, are you okay? حلو. ما جاء شيء. Help. وش اللي هيل؟ ما دقيت. ايش فيك انت يا خوف؟ وش فيك؟ في شيء صاير. اضرب. هو صح؟ لحقت عليه، شفته. طلع عرويسه عشان يبلقاه، يمكن يمديني اصيده. حرام والله ما ماتت، لاحظت انها ما ماتت، بس هذا طاح فيها. يمكن القاه حيه، يمكن. في امل، في امل، امل الزمن. اوكي كويك بسرعه اطلع دايره. خلاص
تتفلت. انهج. لا تجلس هنا هايرة. اوكي اقفز. خلك شجاع لا تطير. اتخيل لو اني اخطيت في زر واحد شي بيصير فيني. ابرجد على الارض. تسمع طقطقة عظامي. ها بغيت اطير. سرعة بديهة سرعة بديهة. لا تغلط لا تغلط. دير بالك. ايوه شيل بندقيتك. حلو. الى الان ماشي تمام انا. هذو صيده. صيده. خليته يروح لي. وقف. تبي تقنص. الله ياخذك المروح. وقت هلفقش هلفقش وش هلفقش هلفشك. راح. اي عاد اخاف ينكبري الحين. ترى قاصد اني اجيبك هنا. احس اني قاصد انا. حتى الان الامور طيبه. حتى الان جيسيكا راحت خلاص. باي باي. هذا نفر قصي هذا بعدين تحته بعدين موت. باقي هذا نفر مجنون لازم نمسك نفر مجنون. ما معي سلاح ترى. ها الله طلعنا برا. افا ما كان شيء صار. يعني اروح امشي وراه اساسا هو وين راح؟ يخرب بيته متجود من البرد. يعني ما ظني يجي شيء. يعطيني بوكس الحين يطرح. هذا كو. شفت شفت وكانت ليالي الجرح منسية. الحين دقيقة ثواني. هذا يختلف عن هذاك. هم اثنين مستحيل يكون واحد. تتفقون معي في النقطة هذه. يلا الدرج هذا. لا 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 مستحيل مستحيل. أشلي. بس هذا جوش. هذا عرف مقالب جوش أنا. جوش تقول لي ايش الدليل ان جوش؟ عطني دليلك. يلا يلا قل دليلك. الدليل واضح. يوم لعبنا اللعب وشاف انه خواته انقتلوا كي قال اوريكم. راح لبس قناع وسوى الحركات دي ونادانا. هذا السيناريو اللي انا جالس اخمم. يوم شافنا رجدنا قام يصيح ساعدوني. يوم جاء رجدنا. هذا السيناريو يا حبيبي. سيناريو افلام ذا افلام عشان تنصد بعد لدرجه ان جوش هم طلع جوش. انا احط استباقيات من الان. خلونا نكمل. ايش ما خلونا نشوف شو القصه. بسوي نفسي ما اعرف شيء. عرفت كيف اسوي نفسي ما ادري. تم. حتى انتم سووا نفسكم ما تدرون. not good not good at all. ليس جيدا على الاطلاق. okay. انني متوتر. انني ابحث عن ايش. سود الله وجيكم. ربي غضبان عليكم. ليش صار يا اشلي يا بنت؟ والدليل جوش وينك الدليل؟ ها هذا الدليل. لا احد يحامي عنا. لا احد يحامي ابدا. يعني وياكم اشوف احد يحامي. تخريعات ما لها داعي اصلا. خلاص تلاحظون اني اكثر ثباتا في الحلقه هذه طبعا. اوه شيت نو. تم سفكها صح؟ هذا يقولوا تم سفكها. بنصدم. كاتشب. حط كاتشب. لا مو كاتشب. فهمتوا. ايش فيك انت وجهك؟ الباب مردود. ايش؟ برا؟ طب ليه؟ تونك كنا داخل زين. ايش؟ يا ولد طلعنا برا احنا. ذا من صدق طلع برا. اشلي هذا الدرب طويل. اشلي وين؟ على وين ماخذني الطين؟ anyone out there اشلي؟ ترى في اشياء انا ما لمحت انت تشوفونها. ايوه فعلا ترى كانت في حرمه ورا.
فعلا في ناس شافوا اشياء كثيره انا ما شفتها ترى، ضاعت عن بالي ترى. ايش غراب وين راح وش صار؟ معود حنا دربنا طويل مسافرين حنا. ايش 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 انت وجهك ايش رسمك نفس انت تخوفني كثر ما انا خايف. اشلي في مكان هناك ما تشوف الدق انت بس الدق ذي الحاله تخوفك. ايش ايش ولا كلمه بس ندش هني. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم أشلي. اسمع صوت بيتوا. يما شنو؟ I'm coming Ash, just keep talking to me. وين What وين happened? شو القصة؟ من هذا اللي معها؟ Are you there? اي هذا انا. Hello. And thank you all for joining me. Tonight. جوش. We're gonna conduct a little جوش اللي انا ظلمته قلت انه هو اللي مسوي. ابوي ترى غلط اوكي. Experiment. Sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects, Joshua and Ashley. تعرفني عليهم. But we're gonna need one more brave participant to help decide which subject will live and which will die. من اللي راح يعيش ومن اللي راح يموت. شو الحركات المايعة ذي؟ Please, everyone calm down. فيلم سوى ذا. It's all very simple. Christopher. You will find a lever placed directly in front of you. طيب. All you have to do is choose who you will save. كل اللي عليك تختار من راح تنقذ. يلعب بعصابي بيتلفني ذا. Shit, no. Okay. This is gonna be okay. Oh, dude, buddy. Let's just think about this. يلا يلا بينا رين. You can't let me die. Just give me a second. I اسكتي. I can't think straight. Just. يا والله الوهقة من اختار من اختار اشلي ولا جوش اشلي يو جوش مسكين. This is insane. طلعت القصبان طلع كل شيء. لا تطلعي لا تطلعي. اذبح اذبح يا ساتر. يديني قتلته. بيديني قتلته. شو اسوي يا اخي هذه ضعيفه ترى. يا ساتر قصبان ودنياه يا الله يا الله. لا تطلعي لا تطلعي. ما كان قصدي جوش معليش. يا ساتر موقف صعب استر ليه ضحيت بجوش انت شو تسوي الخبول الخبول يدوجون وين سعسعوا فيه بهالليل لا والله دم جوش جوش وات دود رحينا فيه وات 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 Maniac. Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac and he was there was a sign. مخبول يقولون واحد مجنون. Come right through him and spill it out fucking everywhere. What? Oh
my god, Chris, what? And I killed him. I killed him. It was my fault, man. No, خطأي أنا اللي قتلته مو أنت. Go get some help. We're cut right in half. We're gonna figure this out. انقطع نصين. Matt, we need to go get help now. Em, we should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine. No. She's not dead yet. We're all together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about? Why are we still talking about this? Let's go. يلا روح نشوف الباقين. أنقذ تشل مقابل جوش. ما أدري خياري صح ولا. إيش رأيكم؟ يلا الدختر حقي. أوف حط المنشار. بعد شو الجلسة دي يبا؟ Hello again. لا hello لا ما. Things are getting pretty tense up there, aren't they? Is the night going the way you hoped it would? I see. And you think that these poor people are getting what they deserve? فيك تبي تطق انت وجهك؟ اقول لها وش تبي ولا من انت؟ من انت يا الضعفة؟ من انت؟ I'm trying to help you. واضح. And this game you're playing, you understand that it's not good for you, it's not good for anyone. And I can't say that you're being particularly honest in the way you're playing. الله يسوي وجهك. انت حيوان. انت واحد. انت مو دكتور. انت شوف انت جايب لي اشياء غريبة. وبعدين وش البردة ذي اللي عندك؟ وش استر؟ وش المكان ذا الغريب؟ انك واحد. انت مو دكتور. انت مو دكتور. Do you intend to continue with this elaborate تشفيك كذا انت؟ شو شفيك انت شفيك ها؟ انت خرعتني تدري؟ Do you even believe that I am real؟ هل تؤمن حتى اني انا حقيقي؟ لا يطقني ثانكري يطقني. The heart of the problem, it all comes down to this. خاف طقني. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. سود الله وجهك. انت ما انت دكتور. انت سفاح على هي الدكتور. توقع هنا. هنا نهاية الحلقة الرابعة. نهاية ممتازة. كان الله في عونهم. كان الله في عونهم. هنا تكون النهاية. فلا تنسون اللايك والتعليق. وشكرا للمترجم من الآن. أنا أشكرك أيها المترجم العظيم. أنت جالس تشتغل أنت تمر في الأشياء اللي أنا أمر فيها بالضبط. يعني أنا لما أجلس أقابل الحلقة وأترجمها تأخذ وقت وجهد وأشياء متلتلة. ولكن أنا ما أتكلم. أخليها سويها وأحط لكم بأفضل صورة. وهذا المترجم يستحق الشكر. يستحق منا أن نثني عليه. هذا الشخص يتعب يحط الترجمة يسوي كل شيء ويحطه عشان أنتم تفهمون. إذا أنت شخص يعني الآن تابعت الحلقة معي لين النهاية وما فهمت الأحداث اللي راحت كلها والأشياء اللي راحت كلها مو مشكلة روح تابعها بعد في وقت لاحق وراح تشوف الترجمة واضحة وعلى كيف كيفك. شكرا لكم يعطيكم العافية. أشوفكم في ألعاب أخرى وإنني أتعرق. السلام عليكم.